بشغف وطموح انطلق مترو منذ نحو عام على شاشة الميادين، مترو الذي أخذ من اسمه هدف العبور والوصول إلى كافة شرائح المجتمع العربي، والذي سعى إلى ضم مختلف المكونات والاتجاهات والأفكار، فضم شباباً وأفراداً متعبين ومفعمين بالأمل والتغيير. فرحنا معاً وحزننا أيضاً معاً، عملنا كفريق بحب واحترام ومسؤولية، آخذين من الواقع شعاراً لنا، وبالرغم من قساوة الواقع حاولنا قدر الإمكان إضاءة الشموع للاكتفاء بالاعتراف بالظلام. كان هدفنا وما زال ليس الإجابة على التساؤلات فحسب، بل إيجاد تساؤلات أكبر تدفع بنا للنهوض والعمل والإنجاز. أنجزنا حلقات سميناها رحلات، فكانت بالفعل رحلات عرفتنا على تفاصيل كثيرة في عالمنا العربي وعناوينه العريضة، فأصغينا إلى مختلف الثقافات والقناعات ووجهات النظر. عام مضى ولا بد لنا من التوقف عند محطات العام الأول لمترو، فأهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى رحلة العام من برنامج مترو. الفنون هي محطتنا الأولى التي انطلقنا منها ونتوقف عندها اليوم، فنون الشارع والأزمات والأمس والحاضر، فنون تعبر عن ثقافات وتطلعات وتعبر إلى ما هو أبعد من مجرد إيصال الصوت، فنون تؤكد على الهويات وتحاكي القضايا وتمتد وتمد جسور المعرفة والعلم. الفنون والإرث الحضاري والمعرفي، المحطة الأولى. مهنتي اللي أنا مختص فيها بشوف أنه لازم دائما يكون في مسافة، يعني حتى الأفلام العظيمة اللي قدمت عن الحرب العالمية الأولى والثانية أو الحروب اللي صارت عبر التاريخ كانت تأخذ مسافة معينة لحتى تحسن مسافة تحلل. زمنية تماما، وما بالك الآن نحن في عالم مليء بالسوشيال ميديا والأخبار اللي موجودة بكل لحظة عم تشوفيها لايف، فعندما تقدمين أي صورة معينة عن لحظة أنت عم تشوفيها لايف، فعندما تقدم بالفن سيسقط الفن أمام أكبر أعظم صورة وأهم مخرج وأهم ممثل أمام الصورة اللايف اللي عم تشوفيها. بتضل عم تتعارك مع هالحياة الصعبة، انه ما توقعت بيوم نوصل لهالقرنة، يعني اللي بيقول انه بدنا 500 سنه مو انه كلمه بدنا 500 سنه فعاليات، يعني الحمد لله للرجال انه في شيء راح يصير في البلد كون هناك، اذا انت بتقدر تكون في البلد الساعه 9 كون هناك، بس انا ما راح احكي لك ايش هو. المايه على العين يا ملايا يا بني والله سقيني عطشان سقيني مايا. كان التحضير للشرفات كان يعني تحضير عادي كأنه عم نحضر لأي كونسرت، بس الفرق كان إنه في عنصر مفاجأة، فلحظة طلع على البلكونة كان فيها كتير رهبة. هو مسرح ومش مسرح، هو أنت في بيتك ومش في بيتك، هو أنت عم بتغني تلقائي بس منظم. الفن يبدأ من الشارع؟ طبعاً أكيد طبعاً، يعني إحنا بالآخر شو عم نعمل؟ نحن عم ناخد الحياة ونحورها بشكل
نمسرحها، نعملها بشكل فني أكثر، نشوف لها نقشعها من منطق تاني. بس احنا عم ناخذ الحياة، الحياة وين؟ الحياة بالشارع. دكتور، ما هو مفهوم التراث؟ بالمختصر المفيد، التراث يعني الهوية. التراث مرتبط بواقع فلسطيني السياسي والاجتماعي. اهتمام الجيل الحالي بتكوين جيل مستقبلي قادر أن يقوم بالمهام المستقبلية وأفضل من جيل اللي قبله. الشعبي معناها الرقص متاع العادات والتقاليد متاع كما نقولوا لزيتني في القرى وفي الجر، كل واحد كيفاش هذوكم اكل توا لعبت الكل ترقص. توا كان يضرب مزود ولا يضرب طبل، الناس كل ترقص، الناس كل ما غير ما تشعر تقوم ترقص. عامل فلاره ولا مش عامل فلاره، متدين ولا مش متدين، الناس الكل تولي عظامها مش صحاح، الناس الكل تقوم ترقص. الجذور متاعنا وأصولنا وتقاليدنا. تألف مجتمع أو ثقافة مجتمع أو شعب وبتعمل هذا التنوع أو هي الحميمية اللي موجودة عند الأشخاص اللي بتميزك عن الآخر. يعني مجتمعنا العربي عموما نحن في عنده حميمية بتحسيها هيك إلى خصوصية خاصة. يا شام العز والله العز بيلبق لك، يا شام العز والله العز بيلبق لك، لو دور الكون ما بلاقي حدا مثلك، لو دور الكون ما بلاقي حدا مثلك. نحن في العراق يعني حقيقة لدينا قوميات وأقليات كثيرة ومتنوعة، وسر نجاح الفرقة الوطنية للفنون الشعبية في عروضها تقدم يعني الشمال يختلف عن الجنوب والجنوب يختلف عن الشرق، وهناك عادات وتقاليد جميلة عند العراقيين في كل مواقع يعني في كل أماكنهم. ليتني شجرة لا أغادر بيتي وراء الأحبة إذ يرحلون، كلما حفر الناس صدري بأسمائهم قلت لا بأس أن يجرح العاشقون. ليتني شجرة وطني ضيق غير أن اعتزازي به، كلما رف طير لأجلي منحت له وطنا في الغصون. نحن أمام مفارقة، نحن نتحدث اللغة العامية وهناك يعني اضمحلال في التذوق الأدبي. ماذا نفعل؟ هل ينجر الشعراء إلى هذا المستوى أم يساعدون الجمهور على الارتقاء نسبيا وتدريجيا؟ هذا الذي أقصده. الكل عم يقول أنه ما في شعر، ما في جمهور للشعر مثل قبل بسبب تطور النص اللي عم ينكتب سواء كان بالشعر أو بالرواية أو بالمسرح. الشعر صاحب نبوءة، يقدم رؤية مختلفة للعالم. الشعراء يعملون على نجدة الشعر وإعادة المجد إليه، وبالتالي ليس من الممكن أن يعيش أي شاعر من كتابة الشعر. وطبعا عندما أقول ندرة المكتبات فأنا سأسجل هناك نقطة أخرى، هي انعدام دور نشر، لأن ما في دار نشر في موريتانيا. في بلد يعني بلد يسمى ببلد المليون شاعر، ليس هناك دور نشر ولا مكتبات؟ في مكتبات ولكن ما في دور نشر. مكتبات يعني ليست لا تذهب أيضا بعيدا بمصطلح مكتبة، لأن في النهاية هي محلات صغيرة تبيع الكتب. أول ظهور لمكتبة حكومية عام كانت في مدينة الإسكندرية في القرن الثالث قبل الميلاد. المكتبة في الحقيقة مش مجرد وعاء لكتب، لا، المفروض ان هي بتضم مراكز بحثيه اخرى. المكتبه توفر جميع المصادر والمراجع، فكما قلت لحضرتك انه هو يعني جميع التراث الفكري الانساني او الحضاري بيوجد في المكتبه. فوجئنا في سنه في 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 الشهر الرابع عندما اقتحم اعظم رحم لهذه الحضارات الا وهو المتحف العراقي، عندما كانت التانك او الدبابه الامريكيه موجوده بالقرب من دائره الاثار ومن المتحف العراقي،
تم مطالبة الجنود الأمريكان بأن يتم وقف الناس الذين يدخلون إلى المتحف وسرقة الآثار. يعني هي من أكثر اللحظات صدقاً، هي من أكثر اللحظات التي لا تنسى في التاريخ الحديث. أنا حكى وأريد أن أمتع الناس بقصص ربما هي تكون قصص رعب، لكنها في نفس الوقت لا تتنازل عن وظيفتها الكتابة في أنها تقدم متعة وهي البديل عن الواقع بشكل من الأشكال. كانت حاضرة بقوة وبثقة في رحلات مترو، استمعنا إلى همومها إن ترملت وطموحاتها إن اقتحمت المجالات السياسية ومسؤولياتها إن عملت. ولأنه الغد والمستقبل حاولنا الإنصات إليه وفهم أزماته النفسية منها والصحية. المرأة والطفل، المحطة التالية. بمناسبة خدمة الفلاحة زادة شاقة للرجل وإلا للمرأة، أما ديما للمرأة ديما ما تصيب الأكثر، ديما تظهر لها أصعب. تو مثلا المرأة كي تخرج من الدار، تخرج مثلا باش تمشي تخدم في الثانية، فرطوفة ما نسى يخرجوا باش يخدموا في شركات وكل الحكاية هذوك. تو كي تجي تخدم في الثانية مثلا، مش معناها المرأة مش بدنا نتاع مزحة وإلا جمعان العنب وإلا معناها برشا حاجات ولا البرتقال وإلا أي حكاية. دخول المرأة إلى سوق العمل وفي كافة المجالات، ماذا غير في مفاهيم المجتمع؟ اللي تغير ان طبعا ان معناها ان الست تقدر تعمل اي حاجة، ان هي تقدر تشتغل زيها زي الراجل، ان هي ما بقتش يعني في مجالات معينة هي الست يعني ليها هي بس. طبيعي الطيران كان حكر على الرجال له سنين، كان حكر على الرجال، وهي مهنة الطيران لما بلشت كطيران حربي. بالأول زوجي عارض انه كده تشتغل منجرة، وبعدين الشيء عادي بالنسبة لزملائي صعب، وغير هيك إنه في الناس يعني بدوا يتقبلونا كستات نجارات. وضع المرأة العربية اليوم في السياسة ليس بجيد أبدا. الوضع السياسي نحن إذا بتشوفي النسبة التمثيلية للمرأة هي الأعلى هي في تونس وهي 30%، والباقي هي دائما أقل من 30%، والكوتا لا تكون جدية ولا تكون أبدا efficient ولا تكون فعالة إلا لتكون 30%. نحن من آخر الدول في الدول العالم التي تتمثل فيها المرأة في السياسة وفي البرلمان وفي الحكومات. كلما تقدمت المرأة أو تقدم إنسان حر إلى الأمام في العالم العربي من أجل التغيير، تجدي من يعمل على تكسير مجاديفه. في العراق 8 مليون أرملة. 8 مليون؟ نعم، يعني هن 65% من إجمالي عدد النساء في العراق. بمصر في عندك 9.2 مليون أرملة، يعني بنسبة 6.3% من السكان، من عدد السكان الإجمالي. سكان ولا نساء؟ سكان. سكان. الأردن عندنا 221 ألف أرملة، 158 ألف أسرة ترأسها امرأة، يعني 13.4 من إجمالي الأسر في الأردن ترأسها امرأة. تربية الأولاد هي أصعب شيء بالنسبة لي، إن لما بنزل أنا على الحارة كل أهل الحارة بطلعوا فيه إنه ليش؟ بس لأني أرملة. يعني المجتمع إرضاءه صعب، اعملي الصح وامشي. هالشي اللي عم نشوفه بدك تكوني قوية. هل هناك أرقام، تقديرات، إحصائيات تشير إلى عدد الأطفال المتضررين من جراء الحرب؟ لا توجد إحصاءات يعني دقيقة، ولكن نحن نجزم بأن هناك آلاف الأطفال، يعني أكثر من 10,000 طفل على الأقل يعني الذين تضرروا بشكل مباشر، وهذا رقم تقديري ليس رقما يعني ناتج عن إحصاء. نحن نقدر هذا بأنه خلال يعني العشر السنوات الماضية يعني أصيب أكثر من 10,000 طفل بعاهات مستدامة ودائمة ما ترافقهم مدى الحياة. هؤلاء الأطفال لم يجدوا يعني ربما 95% منهم لم يجدوا الرعاية الصحية، أغلبهم في مناطق ريفية ونائية وفي مناطق يعني تسيطر عليها الجماعات المسلحة. أنا يعني صار وعاصوا هيك
سامحنا إذا عم طلعنا من بيتنا عم إجينا هذا المركز وعشنا حياتنا عادي يعني طبيعي. كان عمري 9 سنين كنت بالصف الثالث. مشان صار إنه في ضرب نقواس وطيران ودبابات وهيك. نصاته يعني مزعج ما حلو. إنه طلعنا من بيتنا وكملت هون دراستي ونجحت على الصف السابع. الذاكرة القصيرة الأمد عنده كلها حتكون مشوهة. مصطلح كتير قاسي بس أي مشوهة. مشوهة وهيدي الذاكرة اللي هي لبعدين هي ذاكرة طويلة الأمد. حتنبنى الذاكرة الطويلة الأمد على مخلفات أليمة. يعني صح إن صغار وصاروا أكبر من عمره بس أنت هلا من المقابلات اللي شفتيها كله مبسوط. الولد وين ما راح بين بسيط. هو بس بده أمان. ننتقل إلى اليمن لأنه ذكرتوه كتير وللأسف يتم دائما الحديث عن اليمن لما بدنا نحكي عن الزيجات المبكرة. مش عارفة إيش معنى زواج ولا إيش الحياة الزوجية. تفاجأت بخبر الزواج كان إجباري عن طريق الإجبار الكراه. بدأت أطالب في المحكمة بقضية التظلم حيث إن أنا أريد الطلاق. فالقاضي لما طلبت منه هذا الشيء وقف مع زوجي. كيف كانت عيب صارت مسموحة؟ كيف كانت صح صارت ممنوعة؟ ماذا يفعل وماذا لا يفعل؟ قديش بيقدروا يتحركوا مع جسدهم برياحة؟ كيف صار الاقتحام الجسدي؟ لأنه إذا بدي أحكي أنا على وضعية نفسية معينة هي تروما. صبية على عمر 13 سنة بيتم تزويجها وبيقولوا لها قبل ما تتزوج بيوم أنه بده يذبح لك طيرك. وفلت هالبنت وسافرت معه وشهرين وثلاثة وأربعة أشهر لظروف معينة لم يتم الدخول وهي مش فهمانة شو يعني بده يذبح لك طيرك وبدك تشوفي دم. واعتبرت أنه هي صار لها 3 شهور متزوجة لحين ما إحدى صديقاتها بمجالس معينة تزوجت عم بتخبرها شو بيصير. بعد 3 شهور وأربع شهور من ما صارت فتاة مطلقة على عمر 14 سنة بتعرف أنه هي كان في عملية جنسية تسمى بالدخول لأول مرة. فهمت شو يعني يذبح لك طيرك. فهي كانت فكرت مطلقة. حالة أنه تزوجت 4 شهور. من يتحمل المسؤولية بشكل أكبر؟ العائلة الأسرة ولا الحكومات ولا المنظمات؟ أنا إذا بتجي لإلي طبعاً الأسرة إلى مسؤولية كبيرة لأنه شو ما كان ما لازم تترك ابنها أو بنتها. عم نوصل لفترة زمن إنه الأسرة عم بتبيع أولادها. أنا صح لي برجع على المدرسة. بدأت أصبع بالشاكوش بلش يطلع الدم من إيدي خفت وصرت أبكي. بس أحصى إيداك بخاف كثير منه يعني بطلع شرار. تعالي مصروع جاربية شو نعمل نشتغل. مش مبسوط اشتغل حب روب اتعلم اطلع محامي دافع عن حق العالم. نحن عملنا زيارات ميدانية لهذا القطاع وفي كمان عدد لا بأس فيه من الفتيات في القطاع الزراعي وخاصة فيما يتعلق بالأطفال النازحين السوريين. بعد الفاصل. ومؤلمة تستلزم إيجاد حلول لها. المخدرات، الأمية، المفقودون، هجرة العقول والاندماج بعد الهجرة وغيرها. ملفات ملحة تواجه مجتمعاتنا فناقشنا أسباب ظواهرها، نتائجها وحلولها. مثلا عنا مشكلة مسكنات كتير كبيرة بالخليج بالسعودية بالتحديد. عنا اليمن مشكلة الكات. عنا مصر مشكلة البانجو. عنا الجزائر مشكلة زراعة. عنا مشكلة الأردن العبور. للأسف لبنان كل شيء زراعة صناعة تعاطي. البلد العربي الأرقام مخيفة.
هلا الملفت للنظر اخر 3 سنين كارقام العراق مثلا تفاجئنا فيها، ليبيا عم نحكي بين 40 و60% من شبابها المراهقين بيتعاطون المخدرات. كلنا ولا دوله الا عم بتعاني من تدني اعمار المدمنين. وعطيت بست جامعات وكنت بعرف حجم التعاطي في الجامعات في لبنان وهو حجم جدا كبير. عندي 28% من الشباب يربط ما بين المخدرات وما بين الابداع، عندي 32% منهم يربط ما بين المخدرات وزياده القدره على العمل، و30% بيشوف ان المخدرات لها قدره على نسيان الهموم والمشاكل. وبالتالي كان عندنا توجه ان احنا يكون عندنا وثيقه التزام لصناع الدراما لتناول رشيد لمشكله تعاطي وادمان المواد المخدره. بدك تعملي حل، لازم تبلشي بدراسه على الارض، تعرفي عدد المدمنين، اي نوع بيتعاطوا، كيف بدك تعملي حل وما عندك دراسه مزبوطه؟ فلو هوجه رساله لاي حد بيضرب مخدرات هقول له المخدرات ما بتخلص، احنا اللي بنخلص، ادي نفسك فرصه، لو ما عرفتش تبطل الطريق المخدرات موجوده، ما بتخلص، انت الخسران. بحسب الأمم المتحدة يزيد عدد البالغين الأميين على 750 مليون شخص حول ممكن العالم. ممكن يكون هيدا اللي عم تسجل بس هو نعم الأعداد أكبر تماما أكيد. منهم 115 مليون من الشباب، يعني نحن أمام مشكلة حقيقية. صحيح. تمثل الإناث ثلثي هذا العدد. للأسف دايما أكيد بالعادات والتقاليد أنه يكون مفاضلة أنه تتعلم الرجال أكثر ما تتعلم النساء، مع أنه كنا عم نوصل لمكانة لا أنه البنت هي بنفس المكانة تبع الرجل، لكن الحروب هلأ رجعت ردت القصة أنه لا في تمييز. الأميين يا سيدتي في منهم ناس لو تعلموا لأصبحوا فنانين وشعراء وأطباء ومبدعين ومنتجين حقيقيين. شوفي خسارة المجتمع في غياب تعلم هؤلاء قديش. فإذا خطر الأمي مش خطر شخصي عليه، الأمي قنبلة موقوتة في كل المجتمعات. التقرير يتحدث عن الحلول والمبادرات الممكنة. ننتقل لنستمع إلى رئيس لجنة محو الأمية. يعني ما فيش طالب جامعة هياخد الشهادة بتاعته إلا لما يكون محا وميت عدد 8 دارس زي ما عملت كوبا وزي ما عملت كل الدول. بالنسبة لقطاع الحكومة والوزارات الحكومية عندي فيه مبادرتين أو ثلاثة رأى أكثر من رأيين. المبادرة الأولى قوات مسلحة ومجندين قوات مسلحة، وده شغال بشكل قوي جدا ورائع ومنضبط ونتائجه 100%. المبادرة الثانية وزارة الشباب والرياضة عاملة مبادرة اسمها المشروع أو المصريون يتعلمون، مخصص لها مبلغ كمان في موازنة وزارة الشباب والرياضة عشان يستغل كل مراكز الشباب، ومن خلال الموظفين اللي موجودين أو العاملين بوزارة الشباب والرياضة هم المدرسين داخل مراكز الشباب، طبعا بيمتلكوا انتشار جغرافي رهيب. تعددت الطرق والأسباب، تعددت وجوه المجرمين، الحرب، النزاعات، الكوارث الطبيعية وربما الحظ السيء، وبقيت الضحية واحدة، أسر المفقودين والمفقودون أنفسهم. ما كنت بسأل عنه، عند رحمة ربه بترحم عليه، بس هيك أنا أعصابي تعبان، أهلي ماتوا هني والحسرة بقلبن. لا بتتعبي كتير إذا مفقود، الله لا يجربها لحدا. المفقود بيكون الناس بتتذكر صفاته الخيرة، صفاته الجيدة، صفاته الجميلة. فصار عندي بمفهومي عن أخي شخص بطل عظيم جدا، وكأنه خسارة للإنسانية كلها سوى اختفائه. للموساد دائما دور كبير في مثل هذه الأعمال باستهداف العلماء. لاحظي ما حصل ليحيى المشد عالم الذرة المصري الذي كان يعمل مع العراق لبناء مفاعل نووي اختيل في باريس، وهناك أمثلة كثيرة استطيع أن أتوقف عندها. هناك أكثر من 1000 عالم وصاحب كفاءة أستاذ جامعي جرى استهدافهم في العراق بعد الاحتلال. من 1996 إلى غاية 2004 عدد المهاجرين الجزائريين المتعلمين، أخص بالذكر المتعلمين اللي يوصف يعني يطلق عليهم بالعلماء من حملة الدكتوراه والباحثين، تجاوز 250,000، يعني 268 ألف مهاجر. يعني يأتي الطب على أولويتهم على رأسهم الطب، وقدرت المنظمة العربية بأن 1/4 من الأطباء الجزائريين موجودون الآن في فرنسا.
جابي، في كثير صحف سويدية كتبت عن الطالب أو اللاجئ السوري اللي خلال 6 أشهر دخل كلية الطب. هذا شيء استثنائي، يعني نحكى عن تحطيم رقم قياسي. من سنة ونص هاجرنا من سوريا وقدمنا حالنا للهجرة، بس بدها سنة لما واحد ياخذ إقامة. هو من 6 أشهر أخذت الإقامة وقدرت أخذ مواد تامة في كلها وفت جامعة، فت طب بشري. دلالة مكاني الصورة، لأنه لما يجي حدا من تحت لسه بيكون معلق بمنطقته ببلده بأرضه بترابه. نحن عين على سوريا، عين على الشام، عين على حلب، وعين على مستقبلنا هون. ما منعرف، مشتتين، بدنا نكفي هون، يوما ما بدنا نرجع لسوريا. هالرجعة قريبة، هالرجعة مطولة. ادرس، اتعلم هون، اشتغل، كافح، اعمل مشروع ثقافي، ولا لا بدي ارجع انا كفي ببلدي مثل ما كنت راسم قبل 2011. هي التفاصيل كلها بتدور ببال اي واحد حابب يعمل شيء. في باوروبا عم تتشكل خلينا نقول العناصر الأساسية لا إنه يكون في اندماج، اللي هي استقبال المجتمع، سياسات دولية، وقبول اللاجئ بالاندماج أو جهد عند اللاجئ للاندماج. يعني هدول 3 عناصر أساسية إذا بدنا نحكي على الاندماج. ما هي بقولوا بومي. بومي بومي ما كويس، يعني شو أم بتحسي؟ قولي بومي يعني غنتز عنها. إذا رفت عيني بزعل، بس ترف العين. هلأ أنا عندي إنه مثلا بدك تشوفي حدا من زمان ما شفتيه، إلا بس بدي يصير شي بترف عينك أو شي كذا. رفت عينه شمال. شو يعني؟ خير خير خير، جيتني رزقة يعني. ايدي شمال لما تقبضي فيها، اليمين بدنا نسلم. ايه بتصير اذا بيدفع، لانه بندفع كثير عندنا هون. اذا شفت المقص مفتوح بده يصير في مشكله. ما خبريات يعني، بس اذا بتشوف المقص مفتوح بتشاق منه. فتحت المقص از بادلوك. يعني كثير من معتقدات بلاد الشام اللي اليوم متوارثة، وبلاد الشام يعني تشترك في بيئة جغرافية وتاريخية شبه متقاربة، وبالتالي كثير من المعتقدات في لبنان وسوريا هي ذاتها في الأردن وفلسطين. بعض المعتقدات الشعبية البسيطة مثل عملية رمي السن، الطفل حين يسقط سنه ويحمل هذا السن ويواجه في عين الشمس عند الظهيرة ويخاطب الشمس قائلا يا شمس يا شموسة خذي سن الحمار واعطيني سن غزال. هذه من المعتقدات اللي بنعتقد أنها حديثة، لكن نتفاجأ عندما نجد طرف ابن العبد في العصر الجاهلي يناجي الشمس بأن تبدله سن غزال، حين نجد في حضارة بلاد الرافدين طقس شبيه، حين نجد عند الأمازيغ والبربر طقس آخر شبيه. فبعض المعتقدات هي متوارثة ومتسربة من الشعوب البدائية أو من الديانات القديمة، أو بعضها من ديانات السماوية 3 اللي كان مهدها في بلاد الشام. تكلمنا في السياسة لكن على طريقتنا، فكان لفلسطين الحصة الكبرى إيمانا منا كشباب عربي بأن فلسطين بوصلة القضايا. عبر ضيوفنا عن آراء سياسية كانت مختلفة أحيانا ومتوافقة معظم الأحيان، توافقت على الحد الأدنى من حقوقنا وواجباتنا، وصوبنا الأنظار نحو أخطر ما يستهدفنا اليوم وهو الإرهاب. السياسة والإرهاب، المحطة التالية. أقول اقتل، اذبح، حاسبوه في بلاده، جيبوهم عليه شكاك ملوحين عليه. ثم شباب مش تقل، يعني هو مش وحده، حاسبوهم مش غروا بيه. مكثر شباب تونس غروا بيه، مكثر شباب تونسي تجروا بيه، يبيعوا فيهم بالفلوس. كلمني على الاستقطاب. بالمبدأ التطرف هو حالة إنسانية صرفة بعيدا عن الالتزام الديني، يعني حتى نكون من البداية موجهين للحديث،
نحن لا نتكلم عن استقطاب ديني فقط، هناك مجموعة عناصر بكتلتها العامة تؤهل الفرد هنا أو هناك أن يصبح هدفا للاستقطاب للمجموعات المتطرفة. هناك عوامل اجتماعية، هناك عوامل دينية، هناك عوامل عرقية أحيانا، هناك عوامل اقتصادية يضع عليها أكثر من اللازم في بعض الأحيان، ونسبة كبيرة جدا من الانتحاريين اليوم الذين يقومون بعمليات جريئة للغاية أحيانا 16 سنة و17 سنة و15 سنة. هذه ظاهرة أكثر خطورة من ظاهرة الاستقطاب العادي. بالمبدأ نحن نتوجه إلى فئة عمرية محددة عندها شغف الإنجاز وشغف تحقيق الذات، ونستطيع أن نعرض لها أنه من خلال هذا المشروع، سواء سميناه دولة إسلامية أو سميناه مشروع نشر تحقيق العدالة الاجتماعية أو نشر الخير على هذه الأرض، أن يشعر من خلالها أنه يحقق ذاته فعليا. يعني هدفنا ليس في حد ذاته وضع الشخص في السجن أو قتله إلى آخره، بل نحن هدفنا وفكرتنا هي استئصال هذا الفكر الإرهابي من جذوره ومن أعماقه وضربه في فكرة في حد ذاته. ليس في حد كما مثلا في تونس عندما يرجع شخص من مناطق الصراع أو من داعش يضعونه في السجن. عندما يسجن هذا الشاب أو الشابة 10-20 سنة عندما يخرج من السجن، هل سيقع انتزاع الفكر الإرهابي من عقيدته؟ أبدا. الأصلية بأداء شارع الحمراء هي بتشكل خطورة على كل الثقافات المتطرفة الفيروسية، خلينا نسميها ثقافات الجهالة، خلينا نسميها التي تقصي الآخر. يعني هي ثقافات موجودة، وكل مرة بينحكى فيها بالكتب وإلى آخره إنه المثقف بعيد عن العامة. لا 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 لا، المثقف قريب من العامة، ليك يخزي العين عنه. القرضاوي مثقف ثقافة مهمة، ليك قريب من العامة. لا حدا يقول لي انه بس استاذ نجيب، احنا شفنا من صار الحادث مال كوستا، مثقفين لبنان، فنانين لبنان، الناس كلها اجت تحتفت بهذا المقهى. هذا موقف تحدي وهذا موقف ادانه لكل هذا الفعل. هاي النخب قريبه من الواقع، بس وهي النخب هي خلينا نقول المدهوسه. الوقت انتهى، لكن بلبنان، بلبنان يعني عشنا بالايام الحرب، كان يصير انفجار وصدقا بعد ساعتين كانه ما حصل شيء. بس بعتبر انه هول العالم بس اذا بيخلوا الدين بينهم وبين ربهم وبيطلعوا بيسمعوا شويه موسيقى، بيشوفوا العالم، بيشوفوا الشوارع، بيشوفوا قد ايه الحياه حلوه رغم كل المآسي اللي عم نمرق فيها. لانه لما الحياه حلوه ما في شيء بيجبرنا نكمل، ونحن اصلا كل اللي بنشتغله وكل اللي بنعمله لحتى نضلنا صامدين بهيك بلد وهيك منطقه، بس يشوفوا قديش الحياه حلوه. لانه فعلا في قصص بتستحق اكثر بكثير انه تبقى. بعدين خلص لما يجي وقتك بتفلي، انت مش انت تقرري امتى بدك تفلي ومين بدك تاخدي معك. حاجة تربينا عليها من أيام الطفولة إنه أوكي أنت تونسي، أما عندك وطن ثاني هو فلسطين، وطن محتل، عندك شعب يعني يعاني من الاحتلال، يعاني من القهر، يعاني من الظلم، يعاني من تحالف العالم كله عليه. هذا هو اللي تربينا عليه. شوف اللي كنا ننظم من أجله في حياة الشهيد صار بالنسبة لنا بعد اغتيال قضاء وقدر. أول كلمة بحكيها كان أنت فلسطيني، بيجي بقوم ببوسك ولك إحنا نحب فلسطين. الشعب الفلسطيني بحاول أفهمه إنه الشعب الفلسطيني شعب زيه زي الشعب التونسي، زي الشعب المصري، زي الشعب العراقي. ناس عم بحاولوا يعيشوا حياتهم، بفكروا في جارة الغاز، بفكروا في الرغيف الخبز، بفكروا في كيف إنه بده يسافر من غير ما يتبهدل العالم على في المطارات. نفسه بحياة كريمة زي ما بيشوف في التلفزيون العالم والدول الأخرى. نفسه يكون عنده مدارس منيحة وجامعات محترمة، وأولاده يصيروا أحسن، وأولاده يتخرجوا مهندسين ودكاترة وأطباء ورواد فضاء وإيش ما بدك. يعني طريقة التعبير عنها هي إنه هي قضية حق يجب أن تحل. القضية الفلسطينية عم بيشوفوا الظلم. التكنولوجيا والسوشيال ميديا هي وسعت الرؤية للشباب العربي بشكل عام، وأصبح يعني العالم صغير جدا. أنت بتقدري من خلال الكمبيوتر الصغير تبعك، من خلال التلفزيون، من خلال السوشيال ميديا، صحيح، من خلال الأفلام القصيرة وسناب شوتس وكل المسميات هاي التكنولوجية، تقدري تشوفي عن قرب وكأنك موجودة مع المعاناة والمأساة الفلسطينية. هناك مسألة أساسية وهي دورنا، هو مسألة التطبيع الثقافي. فالكيان الصهيوني يشتغل ليل نهار وبحلفائه على مسألة التطبيع الثقافي. لا يجوز تعريفه إلا بأنه لص جاء لسرقة الأرض، جاء لسرقة الأرض،
ولا يجوز التعامل معه بأي حال من الأحوال. كان في مؤتمر عم بيقولوا فيه أنه لازم نفعل يعني أكبر خطر استراتيجي على إسرائيل هو حركة المقاطعة وحركات المقاطعة. أكبر خطر استراتيجي. أكبر خطر استراتيجي. هذا كان أحد المؤتمرات الموجودين فيه. كان فيه مثقفين وسياسيين ورؤساء أحزاب ووزراء إسرائيليين. نرى من جهة انهيار للنظام الرسمي العربي أو معظم الحكومات العربية التي باتت ضليعة في التطبيع ببعض الأشكال وإقامة علاقات إما سرية أو علنية مع دولة الاحتلال إسرائيل، ولكن في المقابل على المستوى الشعبي نرى ما زلنا غالبية ساحقة في العالم العربي من المستوى الشعبي ترفض التطبيع مع إسرائيل كنظام استعماري وعنصري واحتلالي، وتدعم مقاومة هذا النظام لإنهاء ظلمه وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني. شجرة الزيتون هي شجرتنا الحضارية، هي من القدم، هي الملتصقة بالأرض، هي الشجرة المعطاءة، هي الشجرة يلي بيسموها فلس الأرملة. معدل شجرة واحدة تقتلع كل دقيقتين، هلا قلت لي دقيقة، هي دقيقتين أو يعني كل دقيقة، شو هيدا الشيء صحيح لحد اليوم؟ في اقتلع من الانتفاضة الثانية حتى الآن أكثر من 3 ملايين شجرة بفلسطين، وهي مرصودة بطرق ممنهجة. بطرق ممنهجة تبدو عفوية، ولكنها إذا إحنا لأنه تابعنا وصرنا نتابع وجدنا أنه هناك في خطة ممنهجة لتفريغ فلسطين من شجر الزيتون. في قانون قديم عثماني بيقول قبل ما يجي الاحتلال أنه الأرض الغير مستغلة تقدر الحكومة تأخذها، وهذا هو يعني قانون جيد حتى يشجع العالم تستثمر بأراضيها وتزرعها. فإجوا العدو الصهيوني عم بيستعمله لا يعطي لحاله مبرر ليش عم بيصادر أراضي، إنه أنتوا صاركم 3 سنين مش عم تزرعوا هاي الأرض. أصلاً هو مش عم بيسمح لهم يوصلوا للأرض، فهو لا عم بيسمح لهم يوصلوها أو يزرعوها، وعم بيستعمل قانون إنه أنا بدي أصادرها إذا لم تزرع. فمرات بيكون في لما بيسمعوا المزارعين إنه في أرض ستصادر لهذا السبب بيسهروا طول الليل حتى يزرعوها، وطلع الصباح والأرض مزروعة. تشبت أعالينا. هو الحمل والولادة والترباية بغياب الزوج شيء طبيعي أنه صعب، بس اللي بتحب زوجها وبتحب بيتها وولادها بدها تضحي. سجن الخيام هو سجن الموت. الخيام اللي هو في جنوب لبنان لحتى المشاهد يكون يعني عارف. الداخل مفقود والخارج مولود مثل ما كانوا يقولوا. يعني أصعب يعني أوسخ ظلم واضطهاد وقهر وعذاب وعذاب بقلب المعتقل، يعني بعمره الإنسان ما بيشوف. يعني مارسوا بحالنا كل أنواع التعذيب الجسدي والنفسي وكل شيء. يعني بعد شوي بدي أحكيك شغلة صغيرة صارت، ما بعرف هو مش لازم تنحكى بس لازم كل إنسان يعرف شوية سياسة إسرائيل. يعني تصوري معلش يعني أحيانا البنت وضعها حساس داخل المعتقل، خاصة المرأة أثناء دورتها الشهرية بتم تعذيبها، ناهيك مثلا على الإزلال النفسي والجسدي اللي بتتعرض له المرأة من جراء الدورة الشهرية. يعني خدي مثلا كانوا ينزلونا على التعذيب وقت الدورة الشهرية، ورغم هيدا ينيموك على الأرض ويجيب هيدي الكرسي اللي بتنفتح وبتتسكر يحطها يثبتها على ظهرك ويقعد يجلدك اللي على إجريك، ولما ينتهي من تعذيبك يحملك سطل وانت مكلبجي لورا، محملك سطل بروحي عبيه واشطفي الدم تاعك. يعني قداوة ساختهم يعني بإزلالك النفسي بهالموضوع هيدا، وغيره غيره. يعني تصوري نساء كثيرات كانوا يجيبوا مع أطفالهم الرضع، يعني ما بنساها أبدا. أنا كنت بغرفة رقم 3 وجابوا صبية من دار سريان جايبين ابنها معها. يعني تصوري الحليب ما يقبلوا يرضعوه للطفل، ماسكة صدره وعم بتكبه بقلب قدام عيوننا. يعني أكتر من هيك إزلال وظلم وتعذيب بقلب المعتقل ما في. يعني في أشياء يمكن البنت ما بتقبل تحكي عنها، بس في أشياء حساسة كتير خاصة للمرأة. من الطبيعي
لما يوصل على الجامعة يبلش يصير عنده فكر سياسي يتأثر بهذا الفكر أو بالفكر الآخر. أنا ضد أن السياسة تتمارس في الجامعة. فلسطين هناك حركة طلابية ناشطة، هذه الحركة الطلابية الحقيقة بالنسبة للشعب الفلسطيني أفرزت أصلا يعني معظم الفصائل الفلسطينية التي نشطت فيما بعد وأصبحت فصائل في منظمة التحرير، تنشط في منظمة التحرير. أنا كتير مبسوطة اللي عم بيقوله، عم يحكي بالوحدة المجتمع وبالفكر وبالصراع الفكري اللي لازم يصير بقلب الجامعة. أملنا أن الطالب يهتم بالسياسة مش بالمعنى الحزبي، ولو أنه من حق كل شاب باش ينخرط في الحزب اللي يراه، لكن في دور الجامعة هو نوفر يكون فضاء للحرية، بمعنى أنه كل الطلبة يتناقشوا في الشأن العام. تشكل الشاشة الصغيرة وما يعرض عليها نبض شوارعنا، لذلك كان لابد لنا من التوقف عندها، فكانت الدراما العربية إحدى أهم محطات مترو لهذا العام، كما أضأنا على محطات أخرى تعنى بها الشاشة. أنا بقول من الفضائل القليلة لما سمي بالربيع العربي أنه فضح هذا الإعلام العربي، أو فضح قسما من هذا الإعلام العربي، لأنه المشهد الإعلامي العربي في بداية ما سمي بالربيع الذي مر على عدة دول عربية أظهر لنا كم هنالك من وسائل إعلامية كانت مجهزة وكانت محضرة وكانت يعني مصنوعة خصيصا لخدمة هذا الربيع العربي. بالكوميديا قادرة توصلي أسرع، قادرة توصليها لأنه بس تقولي له للشخص، يعني مجرد حيلا حركة صغيرة، إذا واحد عمل شو تقولي شو، مجرد ما عدتيها وراء بده يضحك، لأنه عم تفرجيه حاله من وجهة نظرك أنت. بالكوميديا في شغلتين أساسيتين بيعتمدوا عليها، هي الجنس والدين. بلبنان عليها الغرب، بلبنان قدروا يوصلوا لأنه بلبنان ما في لا حسيب ولا رقيب، فقدروا يعملوا هذا، يعني ممكن تتحسن أكيد ما في رقيب بس على السياسي بس على غير شيء لا. ما قالوا لي لا، هن ما بيقولوا لا، هن بيقولوا لك أنه كنت كتير منيحة من خبرك. مو كل الناس يلي بيطلعوا بالبرامج بيستمروا، إذا أنت ما استمريتي واشتغلتي على حالك صح ما رح تنجحي قد ما نجمتي بالبرامج المواهب. أنا ما عم بقول تلفزيون ما حقه يعمل سسبنس، ما يعمل تشويق، بس إنه إذا بدك هي بالمعادلة أيها بتربحها هي، يعني أنا بالآخر هل عم كرس الموهبة أو عم كرس نظام استهلاكي لسلع تختفي. الدراما اللبنانية بعد بدها شوي، بعد بدها دعم مادي أكتر، بدها مثل ما قلت لك نصوص أكتر لحتى تقدر بعد تنافس. هلا هون المعيار التلفزيون، الناس ببساطة بدون ما يكونوا بحاجة لثقافة ممكن يشوفوا أي عمل درامي مصروف عليه مليارات، بمعنى أنه في تناول لشخصية المثقف. المثقف بأحمر عندما يصبح المثقف انتهازي يكون قدرته يعني بالدفاع عن منطقه فظيعة وهائلة ومريعة وخطرة. فإحنا قديش بحاجة لكل وزارات الثقافة العربية تسكر أبوابها هي دكاكين فقدت بضاعتها لأنه ما لها علاقة بالواقع. سقطت جوازات السفر بداية، عشان تروح بلد في ما عدا قليل لازم تاخد فيزا، إلا في الفن سقطت الفيزا. يعني هند صبري بتؤدي اللهجة المصرية أفضل من عشرات من الفنانات المصريات. النهاية كما البداية مع الفنون، وعنها الفنون التي لا يمكن الاستماع إلى الشارع العربي وهمومه وتطلعاته من دون التوقف عندها، الفنون المسرحية والسينمائية والموسيقية التي كانت حاضرة في جل رحلاتنا، أمتعتنا ورحلت بنا إلى أماكن قد تكون أجمل من الواقع لكنها تبقى مرآته التي لا تنفصل عنه. المحطة السادسة والأخيرة من محطات العام الأول لمترو. لكن المشكل المطروح الآن عند المهنيين وحتى على الهيئة المسؤولة عن القطاع اللي هي المركز السينما المغربي هو ترويج الفيلم، توزيع الفيلم داخل المغرب، لأن هناك مشكل مطروح الآن
هو حتى مشكلة داخل حاد. المغرب يعني حتى داخل المغرب. يهيئ لنا أن مشكلة التوزيع هي مشكلة يعني خارج المغرب. لا هناك 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 مجموعة من القاعات تغلق الآن في المغرب. المغرب في ثمانينات القرن الماضي كانت في المغرب أكثر من 300 قاعة سينمائية. الآن إحنا أمام 40 قاعة 45 قاعة. لا غير مقنع مسألة اللهجة أنه الفيلم المغاربي يشاهد خارج هذا الفضاء. أعتقد هذا مبرر تجاري أكثر منه مبرر ثقافي أو فكري أو جمالي، لأنه الفيلم الهندي يشاهد في المغرب العربي وفي كل البلدان العربية، والفيلم التركي وغيرها يعني من الأعمال. فأعتقد أنه مشكلة اللهجة مشكلة افتعلها الموزعون والمشرفين على آليات التوزيع على المستوى التلفزيوني أو القاعات في العالم العربي. بهديك هذا الكتاب كتبته من البلد، وأكيد راح تلاقي وقت تقرأ فيه بعد ما تطلع. هذا كيف يبعث على الميلاد اختي؟ معلش مين يخبر انه اليوم الميلاد اختي؟ على فكرة انا ما حكيت عم نتدرب على مشهد من مسرحية لتشيخوف ضمن ورشة عمل مسرح عم بتصير بالمعهد، كونه هو المؤسسة الراعية الأهم للمسرح بسوريا. يعني هاي الوسيلة الوحيدة لندافع فيه عن وجودنا كبشر كبني آدمين. نحن عم نحكي عن مؤسسة عمرها 40 سنة، يعني 40 سنة يعني أسماء وعرق وجهد، ناس مؤمنين برسالة فن المسرح رغم القصف. يعني المعهد على مدى الخمس سنوات تعرض لكثير من الاستهداف لإيقاف الحياة الفنية. وبدل ما يشمت فينا حاسد ايدك في ايدي ومنجاهد، وبدل ما يشمت فينا حاسد ايدك في ايدي ومنجاهد، واحنا نبقى كل واحد والايادي تصير قوية. مالكش حق تلوم عليا. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الرحلة الخاصة مشاهدينا، نهاية العام الأول من مترو. من فريق برنامج مترو ومن على شاشة الميادين، نتمنى لكم سنة تكون فيها همومنا أصغر وأمالنا أكبر وأمنياتنا أقرب إلى التحقيق. نشكر لكم جزيل الشكر متابعتكم لنا وتواصلكم الدائم معنا خلال هذا العام الذي لم يكن ليمر من دونكم. لقاؤنا مستمر ومتجدد ودائما عبر مترو.